تعتبر الحلوى رقم واحد بالعالم، بحبوها الصغار والكبار، بتزيد الوزن بس بنفس الوقت بتعدل المزاج. بحلقة اليوم الشيف رح يعرفنا على أطيب الوصفات اللي فينا نحضرها مع الشوكولا. هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ منيحة، أنا كتير منيحة اليوم. ليه كتير منيحة اليوم؟ إنه في شوكولا. بس مشان هيك فكرت في شيء ثاني. إيه بعرف إنه أنا قلت هالحلقة حتعذب معي كتير. ليه؟ ما حتحكي عن شوكولا هلا بصير بصير بدي ذوق وشوكولا وشوكولا وشوكولا. فاليوم عندنا حلقة عن شوكولا، أكيد فوائد الشوكولا هي من الأجمال كتيرة. خاصة من ناحية الميتابوليزم وتعديل المزاج. تعديل المزاج من غير كافيين، مش من غير هذا. وما ننسى انه في شوكولا بيجي انواع، بيجي اسود بيور شوكليت اللي هو احسن شيء للجسم للصحه. بعدين بيصير عندك 90% كاكاو، 70% 65 50 35، واخر شيء في شيء اسمه كومباوند اللي هن بقايا الشوكولاته. شو بينعملوا؟ هودي بيستعملوا تجاريا كثير، يعني ما بيكونوا بيور بيستعملوا. وبعدين في عندي كمان بيشيل منها الزبده وبيعمل فيها طبخ زبدة الكاكاو، أخذها مع الأسماك طيبة كتير. أوكي. اليوم هنعمل كم طبق من الشوكولا. أولاً هنعمل تشيز كيك مع شوكولا أبيض وأسود، فهنستعمل بقلبه بسكت اللي هن معمولين من القمح. أوكي. هنستعمل أي بسكوي يعني، بس هو في الأكثر شيء اللي بيجي معمول من القمح الكامل. أوكي. هو اللي بيطلع طعمته أطيب. في كذا براند فيك تنقي منه على ذوقك، بس يكون قمحة كاملة. أوكي. كريم تشيز، لبن، سكر، بيض، وشوكولا نوعين حندوبهم، طحين، حنخلطوا كلهم مع بعضهم، نعمل العجينة، بعدين نحطوا كلنا سوا على الفرن. اوكي، لكن هذا تشيز كيك مطبوخ. هذا مطبوخ. اوكي.